خلال تخريج دفعة من الكليات العسكرية، الرئيس السيسي يؤكد على دور الجيش في حماية الوطن والحفاظ على الاستقرار والأمان. البرلمان العراقي يختار مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا للجمهورية خلفا لبرهم صالح. وخلال جلسة لمجلس الأمن، المبعوث الأممي لليمن يدعو لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية. وفي كلماته خلال الاحتفال، قال الرئيس السيسي إن مصر تقف على أرض صلبة وقادر على تخطي كافة التحديات وعبور الأزمات بفضل الأمن والاستقرار في البلاد. بفضل من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله هنعبرها بخير وسلام. وأتصور إحنا كلنا متابعين كل المصاعب اللي موجودة مش عندنا في بلدنا بس، في الدنيا كلها. لكن زي ما قلت كده، الأزمة بتاعت كورونا اللي استمرت 2 سنين تقريبا عبرت بسلام بأثرها يعني، لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى. والنهاردة احنا موجودين بنقول خلاص، يعني احنا نقدر نقول ان الموضوع ده يعني أثره بقت يمكن التعايش معه. برضو الأزمة اللي احنا موجودين فيها ديت، حتى لو كانت ليها أثار صعبة علينا دلوقتي، لكن أزمة وهتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي يبقى يبقى تبقى الأوطان، اللي يبقى تبقى الأوطان، تبقى البلاد، يبقى الاستقرار، يبقى الأمان، يبقى السلام. كما أكد الرئيس السيسي أن دور الجيش يحمي ويصون ويضحي لبلاده، مضيفا أن الجيش المصري يحافظ على الاستقرار والأمان دائما. انتوا دوركم كبير قوي قوي، ولو شفتوا التضحيات اللي اتقدمت خلال مش بس 7-8 سنين اللي فاتت، ما احنا كنا النهارده بنحتفل او بنقول اسماء قاده عظام كانوا موجودين، وفي شهداء لينا ومصابين كانوا في اكتوبر. احنا بنحتفل كل سنه بالذكرى والانتصار ده. اللي انا عايز اقوله برضو، حتى في حربنا ضد الارهاب كان في شهداء ومصابين، دايما حريصين ان احنا نذكرهم ونأكد ان احنا مش بس الدولة، مش انا، مش الحكومة، لا، كل انسان مصري يفتكر كويس قوي، كل انسان مصري يفتكر كويس قوي ان في اسرة قدمت ابنها، الابن ده بقى شهيد بعد ما ربته شاب جميل وقد الدنيا كده، وبعدين قدمته لبلدنا هنا، قدم روحه لها عشان احنا نعيش بالشكل اللي احنا فيه. انا بقول كده للضباط الجدد، لان ده دور، هو ده دور الجيش. دور الجيش ان هو يحمي ويصون ويضحي عشان تبقى البلد دي دايما ثابتة مستقرة آمنة سالمة ان شاء الله. كما قال الرئيس السيسي إن التخرج من الكلية يعد خطوة مهمة ورائعة في حياة كل خريج، سواء كان من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية، مشددا على أهمية الإرادة حتى يستطيع الإنسان التغلب على كافة الأمور والتحديات ومعالجتها. أوجه التحية والتهنئة لأبنائنا الخريجين من الضباط، وأتمنى لهم كل التوفيق، أتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم. يعني لسه أول خطوة النهاردة في حياة الضابط المتخرج، وده الحقيقة بيمثل خطوة مهمة قوي وخطوة رائعة وعظيمة في حياتك، حياة كل اللي اتخرجوا إن شاء الله، سواء كانوا من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية. وخليني أقول لكم، وكلام ده لينا كلنا،
في الدنيا اللي احنا موجودين فيها الأمور دايما بتبقى متغيرة، ولكن إرادة الإنسان وقبل منها بدعم من ربنا سبحانه وتعالى وبمشيئته كل الأمور حتى الصعبة منها بيتم التغلب عليها. لو كنت شفته من سنتين في حفلة ممثلة زي كده، كنا كلنا واقفين تقريبا ولابسين يعني عشان الكورونا واللي كان موجود فيها، وكانت الناس كلها متصورة ساعتها ان الموضوع يعني اخر الدنيا. لا، مش اخر الدنيا ولا حاجة، وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى وعبرت زي ما كتير من الأزمات بتعبر. هذا وقد قلد الرئيس السيسي أوائل الخريجين النوط الواجب العسكري، وجاء ذلك خلال الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية. التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيسة مجلس النواب الرواندية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 45 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي. وقد أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن بلغ اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء في ظل العلاقات الأخوية التي تربط مصر ورواندا، مؤكدا انتماء مصر الأصيل لمحيطها الأفريقي واعتزازها بذلك. وخلال اللقاء استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود الدولة المصرية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. وفي نهاية اللقاء وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الدعوة لرئيسة مجلس النواب الرواندي لزيارة مصر لتعزيز التعاون البرلماني المصري الرواندي. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار شرم الشيخ الدولي للوقوف على سير العمل بها، ومن بينها المهابط والممرات وصالات الوصول والمغادرة ومداخل ومخارج المطار وأعمال تنسيق الموقع. وخلال جولته التفقدية بمطار شرم الشيخ تابع مدبولي موقف مشروع تطبيقات الهوية البصرية بالمطار الذي يتم تنفيذه في إطار الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ COP27، وذلك سعيا للترويج للمدينة على نطاق عالمي، حيث إن المشروع يشمل إتاحة ملصقات تحمل الهوية البصرية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ما يتم تنفيذه من أعمال في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 يؤكد قدرة مصر على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية، كما يعكس حجم التنسيق بين مختلف الجهات المصرية والتعاون مع الجهات الدولية المعنية.
جاء ذلك خلال تفقده موقف تقدم الأعمال بالمنطقة الخضراء التي يتم إقامتها بحديقة السلام، وكذلك المنطقة الزرقاء، استعدادا لاستضافة العديد من الفعاليات خلال قمة المناخ COP27. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء القرية البدوية مشيدا بما ستقدمه من خدمات لمختلف المشاركين والحاضرين لمؤتمر المناخ. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 158 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 35 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار قصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 116 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية، من بينها 230 قضية خبز ناقص الوزن و208 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 134 طن. أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط أكثر من 100 طن سكر تمويني ودقيق بلدي مدعم من قبل مسؤول ومالك مخازن بلدية ومخازن بهدف بيعها بالسوق السوداء. جاء ذلك استكمالا لجهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية في شتى صورها، لا سيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية. استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط أكثر من 123 طن سكر تمويني ودقيق بلدي مدعم تم الاستيلاء عليها من قبل عدد من مسؤولي ومالكي مخابز بلدية ومخازن للسلع الغذائية بهدف بيعها بالسوق السوداء، ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وقنا. كما تمكنت الإدارة من ضبط نحو 70 طن سلع غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، ونجحت في ضبط قرابة 32 طن أرز شعير مجهول المصدر قام اثنان من مالكي مضارب أرز بالبحيرة بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، أسفرت حملات الإدارة عن ضبط قرابة 20 طن حلوى مولد وسلع غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن ثلاثة مخازن لتجارة السلع الغذائية بالسويس والمسؤول عن مصنع لإنتاج الحلوى بالقليوبية. وتمكنت من ضبط قرابة 32 طن أسماك ولحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من ثلاجات حفظ السلع الغذائية ومطاعم ومصانع وجبات جاهزة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس. ونجحت في ضبط نحو 17 طن مواد غذائية ومخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية ومالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات بالبحيرة. الإدارة تمكنت من ضبط خمسة أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر قام مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما تم ضبط ثلاثة أطنان أسمدة غير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بقنا. ونجحت الإدارة في ضبط 13 طن أعلاف حيوانية غير معلن عن أسعارها قام بتجميعها مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بالمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما تم ضبط ثلاثة أطنان أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالغربية.
الإدارة تمكنت ومع استمرار حملاتها لضبط الجرائم التموينية من ضبط 35 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بالسويس. ونجحت الإدارة في ضبط 30 طن أسمنت وحديد تسليح تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول بنطاق محافظة المنوفية. وتمكنت من ضبط نحو 259 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها للإتجار بها والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بعدد من محطات لتموين السيارات بالقاهرة والسويس. كما تم ضبط 2000 اسطوانة بوتاجاز قام المسؤولان عن مستودعين لاسطوانات البوتاجاز ببني سويف والقليوبية بالاستيلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء. وأسفرت حملات الإدارة في مجال ضبط جرائم حجب السجائر عن البيع بالأسواق والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 156 قضية بإجمالي مضبوطات أكثر من 89 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع. ونجحت الإدارة في ضبط 1,600,000 قرص أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية بصيدليتين بالقاهرة. وإلى العراق، انتخب البرلمان العراقي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا للجمهورية خلفا للرئيس برهم صالح. هذا وأدى رشيد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب رئيسا للبلاد، وكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان رشيد قد تقدم بفارق كبير على الرئيس صالح خلال الجلسة الأولى من تصويت البرلمان والتي انعقدت بحضور 242 نائبا، ويأتي ذلك بعد أن أخفق البرلمان ثلاث مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك وعدده 220 نائبا من أصل 329. هذا وهنأ الرئيس برهم صالح الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد بتوليه رئاسة الجمهورية. كما هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس الجديد عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، ودعا الكاظمي القوى السياسية للتعاون ودعم الرئيس الجديد. كما دعا القوى السياسية للتعاون مع السوداني في مهمة تشكيل الحكومة الجديدة. دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غراندنبرغ الحكومة اليمنية وقوات الحوثي إلى التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة في اليمن وتوسيع نطاقها بشكل عاجل. وخلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أكد المبعوث الأممي أن الهدنة على مدار الأشهر الستة والنصف الماضية بدأت في التخفيف من معاناة المدنيين، مشيرا إلى أن المحافظة على الهدنة تعد خطوة نحو السلام تنهي معاناة المدنيين. يؤسفنا أنه في 2 أكتوبر لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وتوسيع الهدنة. أثمن موقف الحكومة اليمنية لجهة الانخراط بشكل إيجابي وهذا الاقتراح، ويؤسفني أن أنصار الله
قدموا طلبات إضافية لم نتمكن من تلبيتها. واصلوا العمل مع طرفين لإيجاد حلول الامتثال بالقيادة والمرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق موسع وممدد. السيد الرئيس، أرحب بواقع أن الأطراف اتسمت بضبط النفس منذ انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر، إذ أننا لم نرى لحسن الحظ أي استعار أو أي تصعيد عسكري، ولكن بعض المناوشات المدفعية والنار من الأسلحة الصغيرة والخفيفة في مناطق حول التعز ومأرب الحديدة والدحل، وأحث الجميع على الالتزام بضبط النفس الأقصى. وإلى لبنان، حيث أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس جديد إلى 20 أكتوبر الجاري، وذلك بعد فشل المجلس في تأمين النصاب القانوني المطلوب. وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما لم يظهر فائز واضح خلال الجلسة الأولى في 29 من سبتمبر الماضي. أكدت جامعة الدول العربية على تحديات الأمن الغذائي التي تواجه المنطقة العربية والتي تسببها الصراعات طويلة الأمد والاحتلال وتضاؤل الموارد الطبيعية لإنتاج الغذاء. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية العمل التابع لمبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية. وأكدت الاتفاقية على تدهور حالة الأمن الغذائي التي تشهدها المنطقة وتقلب أسعار المواد الغذائية بسبب الاضطرابات غير المسبوقة في نظم الإمدادات الغذائية الوطنية والإقليمية والعالمية نتيجة جائحة فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية. هنا في مقر الأمانة العامة في جامعة الدول العربية للتوقيع على هذه المذكرة التي تعتبر بمثابة إعلان منا جميعا بإدراك أهمية موضوع القضاء على الجوع وموضوع الأمن الغذائي العربي. طبعا الأمن الغذائي العربي هو أحد الموضوعات التي ستكون مطروحة على قمة الجزائر، وفي جهد تم في خلال الفترة الماضية للوصول إلى استراتيجية للأمن الغذائي العربي. هو حدث مهم جدا لإبراز هذه الأهمية وتسليط الضوء في ظل التمهيد للقمة العربية والاجتماعات القادمة لتركيز الضوء على الإجراءات اللازمة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. إحنا هذا توقيع الإعلان هذا مهم جدا بالنسبة للأمن الغذائي بالوطن العربي. معلومكم أن الزراعة والصناعة الغذائية هي وجهين لعملة واحدة، وهذه الوجهين تتعلق بسلسلة الإمدادات للمواد الأولية لتصنيعها لتصبح غذاء. بعدة لقاءات وعدة مؤتمرات نحن كنا رفعنا نبرة الصوت تبع الاتحاد تبعنا للأزمة القادمة بالنسبة للغذاء. إن شاء الله أن يكون دي بداية، وتكون بداية إن شاء الله بداية موفقة، وبنأكد على كل ما جاء في هذا البروتوكول وهذه المبادرة، ونعلن بصفتنا المنظمة العربية للتنمية الزراعية على دعمنا لهذه المبادرة، وإن شاء الله نكون مش بس داعمين لها، ولكن إن شاء الله نكون داعمين في إنفاذها ووضعها على الأرض بإذن الله. نشرة السادسة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. تهديد أوروبي بعواقب وخيمة على روسيا حال استخدامها السلاح النووي، وموسكو تبدي انفتاحها على المحادثات. حذر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من استخدام روسيا أسلحة نووية ضد أوكرانيا. وخلال كلمته في افتتاح أكاديمية دبلوماسية ببروكسل، قال بوريل إن أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيولد ردا ليس نوويا بل ردا قويا عسكريا من شأنه أن يقضي على الجيش الروسي على حد تعبيره. de sanciones sectoriales y sanciones personales, el correper nuestros embajadores. في الأثناء أبدى الكرملين انفتاحه على المفاوضات، مشددا على أن أهداف عمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم تتغير، لكنها قد تحقق من خلال المفاوضات. من جانبه، قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن بلاده سترد بصورة أكثر صرامة إذا واصل النظام الأوكراني هجماته، مضيفا أنه لا يوجد مكان في العالم يتفاوض فيه أحد،
مع من وصفهم بالإرهابيين، موضحا أنه يجب العثور على كل منظم ومرتكب الهجمات. من جهة أخرى قال ألكسندر فيندكيتوف نائب أمين مجلس الأمن الروسي إن قبول انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلنطي سيكون كفيلا بتصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة. رحب الأمين العام لحلف الأطلنطي يانس ستولتنبرغ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية. كذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل دعم أوكرانيا مهما كلف هذا الأمر. أعتقد أن حلفاء وشركاء الناتو ومجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وجهوا رسالة خلال اجتماعهم مفادها أننا سنقف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الأمر، سنزيد من دعمنا لأوكرانيا وبخاصة منظومات الدفاع الجوي. أرحب أيضا بالرسالة القوية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. كان التصويت في الأمم المتحدة إدانة واضحة للضم غير القانوني للأراضي الأوكرانية ودعوة واضحة لروسيا والرئيس بوتين لإلغاء هذه القرارات واحترام سلامة أراضي أوكرانيا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن قرار الأمم المتحدة الذي يندد بضم موسكو مناطق أوكرانية معاد لروسيا. وأضاف لافروف أن القرار اتخذ باستخدام الترهيب الدبلوماسي. ونددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بقرار روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية تحتلها، ودعت جميع البلدان إلى عدم الاعتراف به. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 20 جندي روسيا من أوكرانيا في عملية تبادل للأسرى. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن العائدين يتلقون الرعاية النفسية والطبية اللازمة في المرافق الطبية التابعة لها، وذلك لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في أقرب وقت ممكن. في رايون ليسيتشانسك 18 رايون سосредоточения живой силы и военной техники. طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة النظر في المنظومة المالية العالمية التي سمحت بالسيطرة على التقنيات والعيش على حساب الآخرين. ودعا بوتين في كلمته أمام القمة 6 لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا إلى استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية للحفاظ على السيادة الوطنية. ضرورة استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية للحفاظ على السيادة الوطنية لدول آسيا والقضاء على المجموعات المتطرفة ووقف تمويلها. والعالم أصبح متعدد الأقطاب وآسيا تلعب دورا هاما إن لم يكن الأهم في النظام العالمي الجديد، لأن دول آسيا تعتبر قاطرة الاقتصاد. منظمة شنغهاي للتعاون مهمة، وكذا منظمة دول شرق آسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يساهم في تعزيز التنمية والاقتصاد والتجارة في القارة. كشف مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني عن ارتفاع أسعار المستهلك في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي، وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1.9% شهريا، وزادت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 10% سنويا. وارتفعت أسعار المستهلك من المواد الغذائية خلال سبتمبر الماضي وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 2.2% شهريا وبنسبة 10.9% سنويا. بدأت فرنسا للمرة الأولى ضخ الغاز مباشرة إلى ألمانيا في خطوة ترمز للتضامن الأوروبي في مجال الطاقة، وذلك لتخطي توقف الإمدادات الروسية في الشتاء. وتأتي الخطوة تجسيدا لاتفاق للمساعدة المتبادلة أبرم في 5 سبتمبر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف تشولز تعبيرا عن التضامن الأوروبي مع تزايد الطلب على الغاز وارتفاع أسعاره.
يعقد مسؤولون عسكريون كبار من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات الأسبوع المقبل لبحث مواجهة التهديدات الكورية الشمالية المتطورة. ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، من المقرر أن يجتمع رئيس هيئة الأركان المشتركة مع نظيريه الأمريكي والياباني الخميس المقبل في الاجتماع الثلاثي لرؤساء الدفاع وسط توترات ناجمة عن سلسلة من الاستفزازات الصاروخية الكورية الشمالية، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى في 4 أكتوبر فوق اليابان. أطلقت الصين اليوم قمرا اصطناعيا جديدا للحد من الكوارث وإدارة الطوارئ والرصد البيئي. وذكرت وكالة أنباء الصين أن القمر الصناعي سيمكن من الحصول على بيانات تصوير رادار لدعم أغراض الوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة وحماية البيئة، كما سيستخدم في مجالات الموارد الطبيعية والحفاظ على المياه والزراعة والغابات والزلازل وغيرها. أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط أحمد المنظري أن اللجنة الإقليمية أعربت عن قلقها إزاء التقدم المحرز صوب تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة. وأضاف المنظري أن اللجنة الإقليمية حثت الأعضاء على العمل على جميع الإجراءات التي أوصت بها. أعربت اللجنة الإقليمية عن قلقها ليس فقط إزاء التقدم المحرز صوب تحقيق أهداف أو غايات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة، ولكن أيضا إزاء تعرض الإقليم لحالات الطوارئ الناجمة عن أخطار متعددة بما في ذلك فاشيات الأمراض والكوارث الطبيعية. واعتمدت اللجنة الإقليمية البرنامج الإقليمي الوارد في الورقة المعنونة بناء نظم صحية قادرة على الصمود للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي في إقليم شرق المتوسط. وحثت اللجنة الدول الأعضاء على العمل على جميع الإجراءات التي أوصت بها الورقة، وكذلك على وضع آلية رفيعة المستوى متعددة القطاعات للإشراف على بناء النظم الصحية القادرة على الصمود. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم التي نفت الأنباء، وشددت الوزارة على أنه لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي. نظم مجمع إعلام الغردقة ندوة عن التغيرات المناخية وأثارها السلبية على التنمية المستدامة، وتطرق الحوار إلى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض ونتج عنها مشكلة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. وقد تفاعل الطلاب بالمشاركة في عرض الأطروحات والحلول المقترحة لقضية التغيرات المناخية. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي 2024 ومؤتمر المدن الأفريقية 2025 سيكون بمثابة فرصة لدعم التعاون والتنسيق بين الجانبين لتعزيز دور المحليات في العديد من الملفات الحيوية. جاء ذلك خلال لقائه مع السكرتير التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية العالمية إيميليا سايز. وبدورها أعربت سايز عن تطلعها أن تتضمن قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم منتدى للسلطات المحلية لعرض وتبادل الخبرات والرؤى في كيفية مواجهة تحدي المناخ. شهدت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز سمنود فحص 1273 مواطنا وصرف الدواء لهم بالمجان وتحويل 97 إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج. كما شهدت القافلة زراعة 100 شجرة مثمرة على طول الطريق في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ومحو أمية 20 مواطنا.
نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. الخدمات اللي بتتقدم في القافله بتبقى كلها بتتقدم بشكل مجاني تماما. عندي الصيدليه النهارده فيها حوالي 150 صنف دوائي كلهم بيتقدموا للمريض بشكل مجاني. المريض بعد ما بيقطع التذكره وبيروح يكشف ممكن يكشف في اليوم الواحد تخصصين طبيين وفي اليوم الثاني تخصصين طبيين مختلفين، فبتبقى محصله كشف المريض حوالي 4 تخصصات طبيه في القافله، بالاضافه كمان ان هو ممكن يعمل تحليل او يعمل اشعه. بعد ما بيخلص دورته في القافله بيجي عندنا الصيدليه، بنستلم منه الصيدليه بنبدا نراجعها، بتتسجل التذكره، وبعد ما تتسجل كمان ان هي بنبدا نحضرها له وبنصرفها له. القافله العلاجيه بيبدا الاستعداد ليها من قبلها من فتره، نبدا طبعا بتجهيز المستلزمات والعيادات اللي احنا محتاجينها، ومن طبعا والادويه اللي احنا المفروض نوفرها في القافله بناء طبعا على الداتا اللي عندنا من قوافل قبل كده، الاحتياجات الصحيه للمكان وايه التحاليل المطلوبه والاشعات المطلوبه اللي هتقدر تخدم اكبر عدد من المواطنين في المكان. عندي 12 ممرضه في كل عياده و12 عياده في كل عياده ممرضه بجانب عياده الكشف المبكر، وعندي التمريض بتاعي يعني مدرب على أساليب مكافحة العدوى وعلى معايير الجودة. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. وفاطمة خبير أهلا بك فاطمة. شكرا سحر ناجي، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن تشجيع الدولة للتوسع في إقامة الفنادق والمنتجعات الجديدة يأتي في إطار استراتيجيتها لدعم وتنشيط قطاع السياحة وزيادة جاذبية المقاصد السياحية في مصر والعمل على زيادة تدفق حركة السياحة الوافدة إليها. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء لمدينة شرم الشيخ، حيث شهد افتتاح فندقين واللذين يتزامن تدشينهما مع الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر المناخ الشهر المقبل. استقبل نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون المناطق الصناعية وفد أعمال نيجيريا برئاسة وزيرة الدولة للتجارة والصناعة النيجيرية للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة. استهل الوفد الزيارة بالاستماع إلى عرض تفصيلي عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم نائب رئيس المنطقة الاقتصادية شرحا عن استراتيجية الهيئة والصناعات المستهدف توطينها والميزات التنافسية التي تمنحها الهيئة لمستثمريها. ومن جانبها لفتت الوزيرة النيجيرية إلى وجود مناطق حرة مشابهة في نيجيريا وتطمح إلى الاستفادة من تجربة النجاح المصرية في المنطقة الاقتصادية. كما أثنت الوزيرة على المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة. أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري خلال العام المالي السابق. وأرجع مركز المعلومات مجلس الوزراء هذا الانخفاض في عجز الحساب الجاري إلى ارتفاع متحصلات النقل وأهمها متحصلات قناة السويس وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، فضلا عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بلغ نحو 4.4 مليار دولار.
أوضح وزير الزراعة السيد القصير أن العالم يواجه تحديات كبيرة في الأمن الغذائي بسبب الأزمات الدولية، سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والزراعية. وخلال لقائه مع رئيس لجنة الأمن الغذائي بالفاو في روما، أضاف القصير أن العالم يواجه أيضا أزمات في الطاقة والغذاء والمياه، موضحا أهمية جهود لجنة الأمن الغذائي بالفاو في دعم سلاسل الغذاء ومساعدة الدول في وضع السياسات لمواجهة تلك الأزمات. وأشار القصير إلى التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، والتي من أهمها نظرة المياه ومحدودية الأرض الزراعية. أكد محافظ السويس عبد المجيد صقر علي أن المحافظة تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار بما تحوزه من أكبر الموانئ التجارية على ساحل البحر الأحمر، فضلا عن تعدد أنشطتها، بالإضافة إلى أن السويس رائدة في العديد من الصناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت والبورسلين وعدد من الأنشطة الأخرى. جاء ذلك خلال مؤتمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة السويس بحضور لفيف من المستثمرين المصريين والأجانب وممثلي الجهات المعنية والنقابات. وعرض محافظ السويس خلال المؤتمر عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة، والتي تتمثل في إنشاء أسواق حضرية وقرى سياحية ومناطق ترفيهية داخل مدينة السويس. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تداولات تقترب من مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات و700 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 687 مليارا و500 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9800 نقطة، ليصعد بنسبة 54% ويغلق عند مستوى 9853 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2121 نقطة، ليغلق مرتفعا بنسبة 1.44% عند مستوى 2151 نقطة. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3041 نقطة، ليصعد بنسبة 1.19%، ليغلق عند مستوى 3077 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و62 قرشا للشراء و19 جنيه و73 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و11 قرشا للشراء و19 جنيه و22 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و9 قروش للشراء و22 جنيه و22 قرش للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.34 جنيه للشراء و5 جنيهات و37 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.22 جنيه للشراء و5 جنيهات و25 قرشا للبيع. أنهت معظم أسواق الخليج المعاملات على انخفاض، وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.1%، وفي أبو ظبي انخفض مؤشر البورصة بنسبة 0.4%، لكن مؤشر بورصة دبي خالف الاتجاه العام وصعد 0.7%. تراجع المؤشر القطري 1% عند الإغلاق مع انخفاض لمعظم الأسهم. وفي البحرين انخفض المؤشر بنسبة 0.4%، كما في سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.1%، وأيضا في الكويت هبط المؤشر بنسبة 0.3%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وصحة لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل. وبالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. خلال تخريج دفعة من الكليات العسكرية، رئيس السيسي يؤكد على دور الجيش في حماية الوطن والحفاظ على الاستقرار والأمان. البرلمان العراقي يختار مرشح للاتحاد الوطني الكردستاني عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا للجمهورية خلفا لبرهم صالح.
وخلال جلسة لمجلس الأمن، المبعوث الأممي لليمن يدعو لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. تتم نشرة السادسة، أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.